ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدأ العظميته بتاعتنا النهاردة؟ يلا بينا ما نضيعش وقت. في بداية فيلمنا بنلاقي راجل في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، عمال بينزف وبيجري ناحية المية عشان يشرب، بس بيقع في المية. وفي اللحظة دي انا بتصحى من كابوس، وجوزها سيرجي بيصحى وكمان، وبيعرفها ان ده كان مجرد كابوس. وبعد كده سيرجي بياخد ابنه انطون الجنينة، بس لما بيلاقي طليقته إيرا بتيجي تاخده بتشد معاه عشان بتبقى شايفة إن سيرجي بيلعب ابنهم في ألعاب خطر عليه، وبتبقى متضايقة إنه اتجوز تاني ومش عاجبها حاجة، وكل شوية بتقعد تكدر في الراجل. ومش بس كده، دي كمان بتخليه ما بيشوفش ابنه كتير. وفي الوقت ده واحد واقف قريب منهم بيقع من طوله مرة واحدة، والناس بتجري عليه تساعده، فإيرا بتاخد ابنها وبتمشي من المكان. وفي الوقت ده بنشوف واحدة اسمها بولينا بتحط مادة في الحمام وبتولع فيه، وباباها ليونية بيجي بعدها يدفع هو تمن الأضرار اللي بنته عملتها. وهم راكبين العربية بيبقوا يخبطوا ست كبيرة في السن، واللي بيكون باين عليها إنها تعبانة، بس في حاجة غريبة في نفس الوقت. وبعد شوية ليونية بيقف كده في الطريق عشان يتكلم مع جاره سيرجي، واللي بيبقى بيلعب مع ميشا ابن انا بالطيارة. والرجالة وهما بيتكلموا بيتفقوا يتعشوا سوا. ميشا يعني في الوقت ده بيلمح بولينا وهي قاعدة في العربية وبيعجب بيها. وبالليل يا سادة العيلتين بيتجمعوا على العشاء، وفي وسط الكلام بيسألوا انا وسيرجي هما اتقابلوا ازاي، فبتحكي لهم انها كانت دكتورة نفسية الناس رشحوها ليه بعد ما كان بقاله فترة مش عارف ينام. وفي وقت ما الكل بيكونوا مندمجين مع القصة، بولينا بتنكش في ميشا كده وبتخبطه برجلها من تحت الترابيزة وبتخليه يقوم. ولما بتلاقي نفسها لسه زقانة بتقعد ترخم على باباها وحبيبته مارينا، وبتقول لهم ان قصتهم هما كمان شبه قصة انا وسيرجي، الفرق بس ان مارينا بتشتغل رقاصة في كباريه. فباباها بيتضايق وبيزعلها، وبعد كده بيسأل انا وسيرجي عن موضوع دراسة ميشا، وبيكتشف ان هو عنده متلازمة اسبرجر. وفي الوقت ده ميشا بيكون قاعد بره بيلعب بالطيارة، ولما بولينا بتاخد بالها انه حاطط كاميرا بتقعد ترخم عليه وبتخلي الطيارة بتاعته تتكسر. انت رخمة يا بت. وفي الناحية التانية الكبار وهم قاعدين على الترابيزة، لونيا بيقعد يتريق على حالة ميشا وهو سكران، فأنا بتتخانق معاه. وبعد ما الليلة الغريبة دي بتخلص، أنا وسيرجي بيعرفوا من الأخبار إن في مرض عمال بينتشر بسرعة رهيبة في البلد كلها، وفي أعراض غريبة، والعالم بيحاول ان هو يحذر المواطنين. بس بعدها البرنامج بيقف وبتيجي اعلانات، وتاني يوم الناس اللي مع ايرا في الشغل كلهم بيبقوا لابسين اقنعه، ولما بتدخل الحمام بتسمع صوت واحده بتكح جامد، ولما بتفتح باب الكابينه بتلاقي الست دي ماتت، وده بيخليها تمشي بسرعه من الشغل وتروح تاخد انطون من المدرسه. بس لما بتوصل مش بيسمحوا لها تدخل عشان الجيش بيكون عازل المبنى كله، والأطفال قاعدين في الصالة الرياضية، وبما إنهم مش عارفين حاجة عن اللي بيحصل بيبقوا قاعدين يلعبوا. وبعدها مجموعة من الجنود بيدخلوا بيقولوا لهم إن المكان دلوقتي مقفول عليهم، ومجموعة تانية بيدخلوا الفصل وبيكون في بنت متصابة قاعدة على جنب، فبيرشوا عليها سائل أبيض غريب وبعدين بياخدوها بعيد. وقتها الأهالي اللي واقفين بره ومن ضمنهم أبو الطفلة بيتخضوا جامد وبيبقوا عايزين يفهموا إيه اللي بيحصل يا جدعان. ولما إيرا بتتصل بأنطون بتعرف منه إنه مش مع باقي الأطفال وإنه مستخبي في الدولاب. وفي الوقت ده في موسكو المرض بيكون انتشر جامد، فبيقفلوا الطرق، وسيرجي بيتصل بإيرا وبيقول لها إنه محبوس في الطريق، بس هي بتقوله إنه ملوش لازمة وبتقفل في وشه. وبعدين بتلف حوالين المبنى، وأنطون وقتها بيكون طلع من الدولاب واقف عند الشباك، فإيرا بتكسر الإزاز بطوبة عشان تاخد ابنها. وفي الناحية التانية ليونيا بيقول لمارينا تلم حاجتها عشان هيمشوا، بس بولينا بتقول لهم ان المطارات كلها قافله، هتمشوا هتروحوا فين؟ وبعدها بتبعت فيديو لميشا بتاع واحد كده من المؤثرين، وهو بيتكلم عن تفاصيل ومعلومات اكتر بخصوص المرض ده، واللي ظاهر كده انه بينتشر باللمس والعطس، ولو حد اتصاب بالفيروس بيكح دم وعينه بتبقى لونها ابيض وبيموت على طول. وفي الوقت ده الناس في موسكو بيبقوا عاملين كده مشاكل، والجيش بيحاول يوصل الدواء على أي مادة بيضة، ومرة واحدة النت بيقطع في كل مكان. وفي نص الليل سيرجي بيسمع صوت دوشة، فبينزل يشوف ايه الحكاية، بس بيلاقي ان باباه بوريس جه. وبنعرف ان في الفترة بتاعت السبعينيات
بوريس كان بيشتغل عالم رياضة في معهد كده كبير، وبيكون حاطط نظريات وسيناريوهات كتير في دماغه، ومنها ان الناس اللي في موسكو كلهم هيهربوا وهينشروا الفيروس في كل مكان. وسيرجي من جواه ما بيبقاش مبسوط ان هو شاف باباه، بس بعد ما بيسمع الكلام ده بيتفق ان هو يمشي تاني يوم الصبح. وبعدها سيرجي بيوعد انا انه هيفضل معاها دايما، بس بعد شوية بيطلع يقول لباباه ياخد عيلته ويمشي بيهم لو مرجعش الصبح، وبيسيب ورقة لآنا بيقولها فيها انه راح يجيب ابنه انطون. ولما بيرجع على الطريق بيرشي واحد كده وبيركب عربية الاكل وبيستخبى فيها عشان يعرف يوصل لابنه. وفي الناحية التانية ايرا لما بتفتح الباب بتلاقيها متصابة كده، فبتقفل الباب على طول وبتشغل اغاني عشان ما تسمعش صوت مامتها، وهي بتتحايل عليها تفتح لها. ولما سيرجي بيجي انا بتفرح جدا عشان كانت شبه فقدت الامل. وبعدها بياخدوا ابنهم وبيمشوا من هناك، بس بيكتشفوا ان سواق العربية مات، فبيركبوا بسرعة عشان يهربوا من الناس اللي جاي عليهم. ولما بيوصلوا عند الحدود سيرجي بيطلع لهم التصريح اللي كان مع السواق، بس الجنود بيشوفوا ايرا وهي مستخبية، فسيرجي بيمشي بسرعة بالعربية وبيخبط الحواجز اللي حاطينها وبيتجاهل كل ضرب النار خالص. وفي الناحية التانية عند انا هي بقى وباقي عيلتها بيلاقوا لونيا مدخلة قوات الجيش عنده البيت، ومرة واحدة الجندي فيتيا بيضربه وبيخليه في ادواعيه. ولما باقي الرجالة بيبقوا رايحين لانا فيتيا بيبقى عايز يموت مارينا، بس بولينا بتيجي من جوه وبتضربه بالمقص في رقبته، بس بيكون لسه ما ماتش، فبيقوم يضرب بولينا بس وهي بتتخانق معاه بتزقه على ورا، فالمقص بيدخل جواه اكتر وبيطلع من زوره وبيموته. وفي الوقت ده بوريس بيقتل اي جندي تاني بيقرب من البيت، وميشا بيروح يطمن على بولينا، واخر جندي موجود بيستسلم وبياخد باقي الرجاله اللي عايشين وبيهرب بيهم. فبوريس وانا بيروحوا لعيله لونيا وبيهربوا كلهم سوا. وفي الوقت ده سيرجي كمان بيوصل وبيبقوا بيستعدوا عشان يمشوا، ووقتها الجيش بيكون راجع عشان ينتقم. وهم في الطريق الجنود لما بيلاقوا اتنين بيحاولوا يهربوا بيقوموا قتلينهم. وفي الناحية التانية العيلتين بيلاقوا راجل جاي عليهم وبيطلب منهم يساعدوه عشان مراته حامل، فأنا بتبقى عايزة تساعدهم، بس إيرا بتقول لها إنهم يعرفوش إذا كان مصاب ولا لأ، وبتضرب طلقتين في الهواء عشان تخليهم يمشوا. وأول ما الكل بيحطوا حاجاتهم في العربية بيقسموا نفسهم على 3 عربيات وبيهربوا بسرعة قبل ما الجنود يرجعوا. ولما بيدخلوا البيت مش بيلاقوا غير جثة فيتيا، فثانية أخو فيتيا بيمسك التابلت وبيقلب في الصور وبيعرف هو المفروض هيدور على مين. وبعد شوية عربية أنا بتطلع دخان وبتعطل وهم في الطريق، وسيرجي طبعا ما بيبقاش معاه حاجة يصلح بيها، ومع أن لونيا بيكون معاه العدة بس بيكذب وبيقول أنه هو معهوش حاجة عشان وقتها بيلاقي بوريس بيكح. وبعدها بيرد عليهم أنه هو يرجع يجيبه وبياخد معاه مارينا وبولينا، بس أول ما بيبعدوا بيقول لعيلته أنهم مش راجعين. وبعد شوية مارينا بتكون عايزة تدخل الحمام فبتاخد معها لونيا، وفجأة بولينا بتلاقي في عربيات بتقرب عليهم فبتجري على عيلتها عشان تحذرهم، فبيروحوا يستخبوا بسرعة قبل ما الجيش يطب عليهم. ولما بيبصوا على الصور اللي على التابلت بيتأكدوا ان هي دي العربية اللي بيدوروا على اصحابها، وبعدها بيجروا ورا اثارهم. في العيلة اول ما بتشوفهم جايين عليهم بيطلعوا يجروا في الغابة، وفي الاخر الجنود بيتوهوا منهم. ولما الثانية بيكون رافض يمشي واحد من الرجالة بيقوله يبطل اللي هو بيعمله ده ويبدأ يفكروا في نفسهم بقى، فالثانية بيتعصب وبيتخانق معاه وبيخلي واحد من الرجالة يضربه بالرصاص عشان يوقفه. فالجثة بتقع في المكان اللي العيلة مستخبية فيه وبيفضلوا واقفين في مكانهم ثابتين عشان ما يتفتحوش. وبعدها واحد من الرجالة بيقتل الراجل اللي كان ثانية بيتخانق معاه عشان يداروا على اللي عملوه لما يرجعوا القاعدة. وفي الوقت ده إيرا بتحكي لسيرجي عن موضوع مامتها، وأنا وبوريس بيسمعوهم العربية التانية في الراديو، وأنا بتسمع سيرجي كمان وهو بيوعد إيرا إنه يفضل معاها دايما. وفجأة لونيا بيتصل بيهم وبيقول لهم إنه معاه العدة اللي محتاجينها بس هو محبوس ومش عارف يجي، فسيرجي بيحاول يروح له لوحده بس عيلته بتصمم إنهم يروحوا معاه. وفي وقت ما بوريس بيقعد معاه هو في العربية اللي عطلانة دي الباقيين بيروحوا بالعربية التانية وبيلاقوا عيلة لونيا، واللي بيقولوا لهم ان قوات الجيش كانوا عايزين يموتوهم، بس الباقيين بياخدوا بالهم ان ده مش الطريق الصح وبيفهموا ان ليونيا كان بيحاول يهرب
وقتها إيرا ما بتبقاش عايزة تساعدهم بعد اللي عملوه، فليونيا بيقول يا سيرجي يوصلهم على أقرب بنزينة. ولما بيوصلوا عند البنزينة محدش بيكون عايز يساعد عائلة ليونيا خالص، وميشا وآنا بيكونوا شايفين العربية هتسعهم. بس لما سيرجي بيطلع ياخدهم، واحد من الناس اللي واقفين هناك بيقعد يكح، فالكل بيفتكروه مصاب، فواحد تاني بيقتله. وقتها كده الكل بيخافوا وكل واحد بياخد عربيته وبيمشوا من هناك. وعائلة ليونية بتكون قاعدة لوحدها في البنزينة، وما فيش قدامهم غير عربية الراجل اتقتل عشان كان بيكح ده، فبيخافوا يستخدموه عشان احتمال كبير ان الفيروس يكون انتشر جواها. وبعد شوية سيرجي بيرجع لبوريس وبيصلحوا العربية التانية، وبعدها بوريس بيدي محاضرة لابنه عشان ساب صاحبه في وقت ما كان محتاجه. وفي الناحية التانية في البنزينة ليونية بيلاقي واحد جوه بيديله فلوس عشان يخليهم يدخلوا، وبيكتشف ان الراجل ده مخبي حاجات كتير قوي جوه. بس بعدها الراجل بيقعد يرخم على بولينا، ولما ليونية بيقوم يتخانق معاه الراجل بيقوم مطلع بندقية وبيطردهم من عنده. وفي الوقت ده سيرجي وعيلته بيجوا ياخدوهم وبيقولوا انهم محتاجين يغيروا بنزين، وليونية وقتها بتجيله فكرة عشان ينتقم من الراجل ده، فبيعملوا نفسهم انهم عايزين يشتروا بنزين. بس لما الراجل بيفتح الشباك بيهجموا عليه وبيضربوه وبيسرقوا البنزينة. وفي الوقت ده ميشا بيشوف جثة الراجل اللي اتقتل بعد ما كح، بس بيلاقيه ما كانش متصاب ولا حاجة، وان الناس خافت على الفاضي، وده معناه ان عربيته سليمة ويقدروا يستخدموها. وبعدها بيتحركوا بالتلات عربيات من تاني، وبوليس بيقول لهم انهم المفروض يروحوا جزيرة في وسط البحر فيها سفينة مهجورة، وانه بقاله سنين بيروح المكان ده، وبيأكد لهم انهم يقدروا يعيشوا هناك لحد يعني لما الوضع يستقر. بس مرة واحدة بيسمعوا صوت واحد على الراديو اسمه إيجور، وبيبقى مصطفى بيطلب منهم انهم يدعوله، وميشا وبوريس بيدعوله. ولما الليل بيليل المجموعة بتقرر انهم يعملوا خيمة ويباتوا فيها، وبولينا بتروح لميشا وبتقوله يجيب لها خمرة. وتاني يوم الصبح بيكملوا ماشي وبيلاقوا الطريق قدامهم فيه حاجة غريبة، وبعدها بيكتشفوا ان الجنود اللي كانوا بيطردوهم اتعرضوا للهجوم، وجثتهم في كل مكان، وعربياتهم اتدمر حرفيا. وقبل ما يكملوا ماشي العيلتين بينزلوا من العربيات عشان يطمنوا ان المكان امان، وسيرج بينزل كده جثة من العربية عشان يعرف يبعدها عن الطريق ويكملوا في طريقهم. بس وقتها بيلاقوا واحد وراه لسه بيتحرك، ولما بيقرب عليه الراجل بيضربه بالسكينة، فالعيلتين بيخافوا وبياخدوا سيرج من العربية وبينقلوا عربيتهم وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيلاقوا بيت مهجور، فبيدخلوا عشان يدوروا على اي حاجة يقدروا يستخدموها. بس بيلاقوا راجل واقف برا، وبيطلع ان هو ده إيجور اللي بعت لهم على الراديو وقال لهم ان هو مصاب، بس بيقول لهم انه هيفضل بعيد. وبعدها بيخيطوا لسيرج الجرح بتاعه بالإبرة بعد ما بيعقموها بالكحول اللي معاهم. وبعدها ميشا بيروح يسأل بوريس عن الخلافات اللي بينه هو وسيرجي، وبيشتته عشان يسرق الخمرة، فبوريس بيقوله ان ده عشان هو ما كانش اب كويس. وبعدها بياخد باقي الخمرة وبيكبها في التلج، وسيرجي هو نايم إيرا وآنا بيتكلموا على بعض في العربية، وإيرا بتقول لها ان علاقتها بسيرجي باظت لانها ما كانتش قادرة ترجع زي الاول من بعد ولادتها لأنطون. ولما آنا بيقول لها انها كانت المفروض تحاول تسيطر على نفسها، إيرا بتتضايق وبتنزل من العربية. وفي اللحظة دي إيجور بيجي وبيطلب أكل، فآنا بتديله كيس أكل كده عشان تخليه يمشي. وبالليل ميشا بيجيب لبولينا التلج اللي فيه الفودكا اللي بوريس كبه وبيحط لها عليه شوية سكر، وبولينا بيعجبها الاختراع ده. وبعد شوية بولينا بتلاقي حد واقف يتجسس عليهم بس بيختفي فجأة. وفي الوقت ده سيرجي بيفوق بيقول لبوريس ياخد العيلتين ويمشوا، بس بوريس مش بيرضى يسيب ابنه. وبعد ما الكل بيناموا لونية بيهرب في نص الليل، وأنا بتصحى على صوت سيرجي وقتها وهو بيبرطم وهو نايم، بس بتلاقيه بينادي على إيرا. وفي الناحية التانية بولينا بتكون لسه مش عارفة تتخطى موضوع إنها قتلت واحد، وبتحلم بكوابيس، وفيتيا بيقول لها ما ترخمش على ميشا عشان هو غلبان يعني وما يستاهلش ده. وفجأة الكل بيصحوا مرة واحدة لما بيسمعوا صوت رصاص جاي من بره، فبيجروا استخبوا ورا العفش، بس بيكتشفوا في الآخر إنه بوريس وبيلعب بالسلاح وهو سكران، فبيكتفوه قبل ما يأذي حد منهم. وبعد ساعة بيتصدموا لما بيلاقي لونية راجع ومعاه دكتورة بيطرية وبتدي سيرجي علاج. وتاني يوم الصبح بوريس
ما بيبقاش فاكر اللي عمله اليوم اللي فات فبيفكوه، وسيرجي كمان بيبدأ يكون أحسن. وبعدها الحريم بيدخلوا ياخدوا دش، وميشا بيلم الخشب عشان يولعوا نار ويتدفوا، بس إيجور بيجي من ظهره وبيضربه عشان يسرق حاجته. ولما العيلتين بياخدوا بالهم بيقتحموا بيت إيجور وبيتصدموا لما بيلاقوا عيلته المصابة قاعدة بتاكل معاه. وقتها الست المصابة بتحاول تهجم عليهم فبيضربوها بالنار قبل ما تقرب منهم. وفي الوقت ده في بلد جنبهم بيلاقي اتنين أساميهم بافل وكولية رايحين المستشفى يدوروا على دواء، بس المبنى بيبقى حالته حالة والجثث مرمية في كل حتة يا معلم، ومنهم كمان جثث واقعة من فوق. فالاتنين بيدخلوا يدوروا على الدكتور اللي كلمهم في التليفون ووعدهم بان هو هيساعدهم، بس بيلاقوا هو كمان ميت. فبينزلوا من النفع عشان يدوروا على المخزن اللي بيشيلوا فيه الأدوية، بس مرة واحدة بيجمع عليهم واحد وبيكسر نظارة بافل، بس لحسن الحظ بيطلع يجري بعدها والاتنين بيكملوا ماشي ناحية المخزن لحد ما بيلاقوها في الآخر. وبعد ما بياخدوا الأدوية اللي عايزينها بيمشوا، بس وهم في الطريق بيلاقوا أنطون طلع لهم فجأة كده، وكلية بيبقى هيدوسوا بالغلط بس بيقف على آخر لحظة. وقتها إيرا وبوريس بيجوا ياخدوه لما بيعرفوا إن بافل دلوقتي، بياخدوه يكشف على سيرجي. وبعد ما بافل بيديله شوية أدوية بيقوله ما يتحركش كتير، إيرا بتدي الدكتور عدسات يلبسها وبعدين بيقول لها إنها زي القمر، وبيطلع ياخد صورة معاها عشان يفتكرها بيها. وبعد ما بافل وكلية بيمشوا العيلتين بيكملوا رحلتهم بالتلات عربيات، وبوريس وإيرا بياخدوا فيتامينات، بس إيرا مش بتخلي أنطون ياخد منها، ولما بيجرب يعني ياخد منها بتزقه لورا فبيقعد يعيط. وبعد شوية العربيات بتضطر تقف عشان يكتشفوا إن الكوبري متدمر خالص يا معلم، فبيضطروا إنهم يلفوا ويرجعوا. وبالليل الجو بيبرد أكتر فبيبقى صعب عليهم يسوقوا، وبافل وكولية وهما بيشوفوا يعني يافطة كافيه بيقفوا عندها، وجوه بيقابلوا واحدة اسمها ناتاليا، وكولية بيرقص وبيغني معاها وهو مبسوط، وبعدها بياكلوا ويشربوا سوا. وبافل بيقول لها إنه وعد ابنه إنه هيجيب له الدواء وعشان كده هو عايز يمشي بدري. وفي الناحية التانية عربية إيرا بتتحشر وسط الطوب فبيربطوها بعربية تانية عشان يجروها، بس ده بيخلي العربية التانية تطلع من الطريق وتخبط فبيزقوها كلهم سوا، بس مش بيعرفوا يحركوها. ولما بيلاقوا إن الجو برد أكتر بيتفقوا إنهم يباتوا في عربياتهم لحد الصبح. وسيرجي بيعرف بإن أنطون اتعاقب عشان كان عايز ياخد فيتامينات، ولما بيتكلم مع إيرا في الموضوع بيقول لها إنها غلطتها إنها طلعتهم قدامه. فبوريس في الوقت ده بيلاقي عربيات جاية عليهم والكل بيجهزوا عشان يدافعوا عن نفسهم لو حد يعني حاول يهجم عليهم، بس بيطلع واحد عادي جاي بعربية نص نقل وبيساعدهم يطلعوا عربياتهم، وبعدها بياخدوهم يعني معاهم لملجأ يناموا فيه. وفي الناحية التانية كولية بيبات في الكافيه، وتاني يوم الصبح الرجالة بيبقوا عايزين يمشوا، بس كولية بيوعد ناتالي ان هو هيرجع بعد ما يوصل بافل المستشفى. وفي الوقت ده في الملجأ آنا بتكتشف ان الرجالة بيسرقوا بنزين من الراجل الأخرس اللي ساعدهم، ولما بتروح تتكلم معاهم لونية بيفكرها انها زيها زيهم وانها قتلت الست مرات إيجور. وفي اللحظة دي الراجل الأخرس بيقفشهم فبيتف في الأرض. وبعد كده وهم عند الكوبري بافل وكولية بيطلع عليهم ناس وبيسرعوا عربية الإسعاف بتاعتهم وبياخدوا الأدوية كمان اللي معاهم، وبعدها الناس بيتهجموا عليهم وبيقعدوا يضربوا فيهم. وفي اللحظة دي العيلتين بيوصلوا وإيرا بتطلع كده تخوفهم بالمسدس، وبعدين بتاخد بافل معهم في العربية، بس للأسف كولية بيكون مات خلاص. وفي الوقت ده ما الكل بيكون ملهي يعني أنطون بيستغل الفرصة دي وبيطلع يجري في الغابة، والعربيات بتتحرك من غير ما حد يلاحظ غيابه. وبعدين بيستوعب انه بقى لوحده فبينادي على مامته، بس مش بيلاقي حد حواليه. وبعد شويه بيشوفوا الجيش وهو واخد عدد كبير من الناس في الاوتوبيسات عشان يحبسهم، بس لما الجنود بيشوفوهم مش بيعملوا اي حاجه عشان عارفين انهم كده كده هيقفوا عند الكمين اللي جاي. وفي اللحظه دي بوريس بياخد باله اخيرا ان أنطون مش موجود، فالعربيات بتقف وبتحصل خناقه، وانا وإيرا بيشدوا مع بعض. وبعد ما الرجالة بيفصلوهم عن بعض ميشا بيقول لهم انهم لازم يتحركوا بسرعة قبل ما الجنود يرجعوا. وفي الوقت ده أنطون بيوصل عند قرية صغيرة الجيش استولى عليها، وبيشوف الجيش وبيقتل الناس المصابة فبيخاف وبيطلع يجري، وواحد من الجنود لما بيشوفه بيطلع يجري وراه
فأنطون بيحاول يستخبى في المستشفى، بس الجندي بيلاقيه في الآخر وبيرفع سلاحه عليه. وفي الناحية التانية العيلة بتلاقي أثر رجلين أنطون، فبيمشوا ناحية الغابة. وقتها بافل بيقول لهم إن في المستشفى في قرية قريبة منهم، فبيروحوا على هناك، بس بيلاقوا المكان مهجور وفي بركة دم في أوضة المستشفى. وبره بيلاقوا كومة جثث يا معلم، وإيرا بتقعد تدور على ابنها وسطهم، وهي مش فارق معاها موضوع الفيروس ده، ومرة واحدة بتنهار وبتقول الكل يسيبوها لوحدها، بس بافل بيلطشها بالقلم عشان يفوقها، وبيقول لها تروح معاهم بما ان انطون مش موجود. وفي اللحظة دي بتيجي طيارها هليكوبتر من فوقهم وبترمي عليهم ورق وبيحذر من ان المنطقة دي لازم يمشوا منها فورا. وبعد كده بيروحوا عند محطة الاوتوبيس وبيلاقوا فيه ناس كتير، واول ما ايرا بتشوف ولد بتجري ناحية الزحمة وبتدخل الاوتوبيس، بس بتلاقي الولد ده مش ابنها. ولما سيرجي بيروح ينزلها من الاوتوبيس والجنود مش بيسيبوه يمشي بما انهم يعني بقوا عرضة للفيروس تاني. ولما بوريس بيحاول يتدخل الجنود بيتلموا حواليهم، ولما باقي العيلتين ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، مارينا بتاخد سلاحه وبترفعه على لونية وبتقوله انها هي المسؤولة دلوقتي. وفي الوقت ده بنشوف اللي حصل من 6 ساعات، وبنعرف ان الجندي قبل ما يموت انطون بيقع من طوله عشان واحدة اسمها اويلا بتضربه من ظهره، وبتاخد انطون وبيهربوا، بس بيلفوا حوالين المبنى عشان الجيش ما يشوفهمش. بس وهما بيجروا انطون بيتكعبل ورجله بتتلوي وما بيقدرش يمشي يا ولداه، فأويلا بتجره كده من الجاكيت بتاعه. وفي الآخر بيوصلوا عند بيت أويلا اللي بيكون فيه مجموعة من اللاجئين عايشين هناك، وبيساعدوا أنطون وبيعالجوا له رجله. وفي الوقت ده الجيش بيوصل عشان يفضي باقي البيوت، فأويلا والناس اللي معاها بيجروا عشان يستخبوا في الدور اللي فوق. ولما الجنود بيلاقوا واحد سكران نايم تحت البطانية بيقتلوه في لحظتها، وبعدين بيمشوا. وبعدها المجموعة بتاخد جثة الراجل ده في الزريبة كده وبيوعدوه انهم يبقوا يرجعوا يدفنوه بعد 3 ايام. وبعدها بيروح يشوفوا بيوت تانية وبيقابلوا محارب قديم ومعاه اسلحة كتيرة، وبيوافق انهم ياخدوا منه الاسلحة دي، فالراجل بياخدهم يدربهم عن نشان. وبعد ما الكل بيبقى جاهز بيمشوا عشان يروحوا يحاربوا الجنود، بس قبلها اويلا بتسيب انطون مع الاطفال ومراهقين تانيين. وبعد كده اويلا بتلم شلتها كده وبيروحوا عند موقف الاوتوبيسات في نفس الوقت اللي سيرجي والعيلتين بيبقوا بيتخانقوا فيه مع الجنود اللي هناك. ولما سيرجي بيزق واحد منهم بيخليه يضرب طلقه بالسلاح اللي معاه، وفي اللحظه دي يا باشا الدنيا بتتقلب والكل بيقعدوا يضربوا في بعض وناس كتير بتموت، بس في الاخر المواطنين هم اللي بيفوزوا. ولما اويلا بتسمعهم بيسالوا عن الطفل اللي اسمه انطون بتعرض عليهم انها تاخدهم يعني معاها البيت. ولما بيرجعوا البيت بيلاقوا ان الولاد طردوا انطون عشان بيقولوا عليه ان هو متصاب بالفيروس بما انه جاي يعني من موسكو. ولما ايرا بتعرف بتاع بتجري في الغابه وبتقعد تنده على ابنها لحد ما بتلاقيه. وبعد كده اويلا بتاخد انطون واهله لباقي العيله، بس في اللحظه دي انا بتبدا تكح دم. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي ان في بيت قريب منهم واحد من الجنود بيبقى كابب على عيلته اللي ماتت جاز، بس قبل ما يشغل الولاعه بيكح جامد وبيموت. وفي الناحية التانية العيلتين بيتخانقوا مع بعض، بس بيتفقوا في الآخر إن آنا تركب العربية لوحدها. وبعدها الباقي بيتقسموا المجموعتين اللي اتعاملوا معاها واللي ما تعاملوش. وفي الوقت ده آنا بتفتكر من حوالي 1.5 سنة وقت ما قابلت سيرجي، وقتها كانت عايزة يعني يحجز عندها جلسة علاجية ليه هو ومراته، بس وقتها إيرا ما جاتش، فسيرجي بقى بيحضر الجلسات وبيتكلم مع آنا لوحده. ولما بنرجع للحاضر بنلاقي ان انا مش قادرة تركز وبتحاول تفوق نفسها بالعافية، فبتقول الباقي على الراديو عشان يعني يركنوا كلهم على جنب. وقتها بيشوفوا نور من بعيد، ولما بيروحوا عنده بيلاقوا بيت مهجور فبيقرروا يباتوا فيه. وانا بتكون لوحدها في الأوضة وبتقعد تفكر في بداية علاقتها بسيرجي، ولما كانت عايزة تخلي إيرا تعرف ان جوزها بيخونها. وفي الوقت ده يا سادة بافل بيدور على مكان فيه دواء، وهنا بيقول لسيرجي انه حاسس ان عنده مناعة من المرض ده عشان هو تعرض اكتر من مرة للفيروس وقت ما كان بيشتغل وهو زي الفل وما تصابش. وفجأة مارينا بتصوت عشان بتلاقي جثث كتير في المكتب، وفي وقت ما بافل بيقرب من الجثث ميشا بيلاقي مسدس فبيخبيه بالطاقية بتاعت الضابط. وبعد ما بافل بيعرف ان الجثث دي مصابة بيقول الكل انهم يبعدوا ويقفل يعني الباب وراه. وبعد شوية سيرجي بياخد باله انه بوريس بيشرب كتير، وده بيفكروا بوقت ما كان باباه بيحاول يعني يعلمه زي نشن،
وقتها بوريس كان سكران برضو وضرب سيرجي بالغلط في رجله. وتاني يوم الصبح أنا بتقول لإيرا إنها مش فاضل لها وقت كتير، وبتقولها تاخد بالها من ابنها ميشا لما تموت يعني وما تسيبوش أبدا. وللأسف ابنها بيسمعها. وبعد كده لونية بيبقى عايز يقسم البيت لمناطق مختلفة على حسب كل واحد فيهم، بس سيرجي بيبقى بينكر أي اتهامات بخصوص حالة آنا، وبيقولهم إن أكيد البيت كله فيه فيروسات الناس المصابة اللي كانوا عايشين فيه، وبيرمي الكوباية اللي معاه في الحيطة. وبعدها لونية بيروح يطمن على مارينا، واللي بتبقى عايزة يعني تمشي في أقرب وقت عشان تحمي ابنها، وهي مستخبية في الحمام بتفتكر اليوم اللي اكتشفت فيه إنها حامل. وبعد ما شافت نتيجة الاختبار وقتها راحت ليونية وقابلته، ومن يومها والاتنين مع بعض، بس ده برضو معناه إن الولد اللي في بطنها ده مش ابنها. وفي الوقت ده بولينا بتحكي لميشا اللي حصل لعيلتها، وإن وقت ما مامتها كانت في المستشفى لسه باباها كان بيرتب لجنازتها، ولما بولينا حاولت تعترض باباها قال لها إن مامتها ماتت أصلا وإنها عايشة على أجهزة، وإنهم لما يدفنوها هيرحموها. وفي الوقت ده لونية جت لها مكالمة من مارينا، وبولينا قعدت يعني تتخني معاه عشان بيخون مراته معاها. وفي الحاضر ميشا بعد ما بيسمع ده بيتوتر وما بيبقاش عارف يتعامل، فبيمشي من الأوضة. وبعدها بولينا لما بتروح تبص على آنا بتلاقي الأعراض كلها ظهرت عليها، فبتخرج من المكان. وفي الوقت ده ميشا بيروح المكتب عشان ياخد المسدس وينهي بيه حياته، بس بولينا بتروح وراه وبتنقذه على آخر لحظة، فبيقولها إن مامته بتموت وإن لحد دلوقتي مش حاسس بأي حاجة. فبولينا بتعترف له إنها بتحبه، بس هو بيقول لها إنه مش بيحبها ومش هيعرف يحبها. والصبح مارينا بتبقى بتتحايل على لونية إنهم يعني يمشوا، وبولينا بتوافق. فبوريس بيقول لهم على الطريق اللي يوصلهم الجزيرة. وفي الوقت ده سيرجي بيقول لإيرا إنها المفروض تمشي معاهم. ولما بيدخلوا البيت سيرجي بيواجه بوريس باللي عمله فيه وهو طفل، وبوريس بيتضايق لأنه بيكون حاسس بالذنب لوحده. وبعدها سيرجي بيروح يطمن على آنا، بس بافل مش بيرضى يخليه يدخل، فسيرجي بيتضايق وبيسكر. وبعد شوية إيرا بتلاقيه فاقد وعيه وعايم في المية فبتنقذه. وفي الناحية التانية مارينا بتلاقي نفسها بتنزف، وليونية لما بيشوف ده بيتخض فبيعملوا حادثة بالعربية. وفي الوقت ده في البيت بافل بيدي آنا جرعة من دمه. وبعد كده لما ميشا بيروح يشوفها بيفرح جدا عشان بيلاقيها لسه عايشة وصحتها بومب. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبيتأكدوا ان دم بافل في مناعة ضد المرض، وده هو اللي خلى آنا تخف، بس كل لازم ياخدوا احتياطاتهم برضو. وفي الأوضة التانية إيرا بتقول لسيرجي انهم لازم يعرفوا آنا باللي حصل بينهم، بس هو بيرفض. وبعدين لما بيستوعب ان بوريس مختفي بيدوروا عليه، بس بيلاقوه نايم على الارض وعنده ازمه قلبيه. فبافل بيبقى هيعمل له يعني عمليه، بس بوريس بيفوق قلبها وبيلاقي ان آنا بقت كويسه، فبيحمد ربنا ان دعوته استجابت. وبعدها بيموت. فالعيله بتاخد جثته بعد ما بيلفوها في ستائر الحمام وبيجهزوا يعني عشان يمشوا. فبافل بيقول لهم انه عايز يروح لاقرب معمل عشان يستخدموا الدم بتاعه ويعملوا بيه اللقاح، وإيرا بتبقى عايزة إنها هي اللي توصله، بس سيرجي بيعترض. وبافل عشان يوقف الخناق بيوافق إنه يفضل معاهم بالمرة يتابع حالة آنا، وهو يعلموه السواقة برضه، وأول ما يستقروا وقتها هو هيبقى يرجع لوحده. وبعد كده هم على الطريق بيلاقوا عربية لونية مقلوبة، فبيوقفوا وبيلاقوا العربية جنبها أثار دم، فميشا بيكون عايز يروح ورا الأثار دي عشان يساعدوهم، بس آنا بترفض فبيطنشها وبيروح هو ورا الاثار برضو. فسيرجي بيروح وراه وبيكون عايز يكتفه، بس ميشا وقتها بيتعب يعني وبتجيله تشنجات وبيعملها على نفسه، بس لحسن الحظ الموضوع بيخلص بسرعه. وفي الوقت ده لونية بيبقى بيجر مارينا بملايه، وبولينا بتقعد تتخيل كده ان فيتيا قدامها طول ما هم ماشيين في الغابه. وفي الاخر لونية بيلاقي دخان من بعيد، فلما بيقرب منه بيلاقي ست عايشه في البيت، فبيحبسها في البدروم وبيدخل عيلته. وفي الوقت ده مارينا بتبقى بتهلوس فبيقعدوها في الدور اللي فوق وبتقعد تغني، وبولينا بتقعد معاها.
وفي الناحية التانية سيرجي وعيلته بيوصلوا عند البحيرة، بس ميشا بيفضل قاعد في العربية ومكسوف من اللي بيحصل. وبعدها العيلة بتطلع على السفينة وبيلاقوا ان القفل مكسور، فلما بيدخلوا بيفتشوا المكان بس مش بيلاقوا حد، بس بيكون باين ان في ناس عايشة في المكان ده، عشان بيلاقوا حتة لحمة وفراخ متقطعة، وفي كمان فحم سخن جوه الفرن يا معلم. ولما بيفتشوا حوالين السفينة بيلاقوا جثث كتير من غير رجلين، فبيفهموا ان اللي عامل فيهم كده هو الشخص اللي عايش في السفينة وبياكل لحوم البشر. وبعد شوية الرجل ده بيرجع ومعاه فاس، فسيرجي بيستخبى وبيطلع له مرة واحدة، وبعدها بيرفع عليه سلاحه عشان يخليه يلم حاجته ويمشي. وسيرجي وهو بيطلع له كده بره، الراجل بيحكي له ان هو كان شخص عادي بس اضطر ياكل لحوم البشر بسبب الظروف اللي حصلها له يعني، بس هو تعب من العيشة دي وبعدين بيقعد على الارض ومش بيرضى يتحرك. وبيتحايل على سيرجي ان هو ينهي معاناته دي، وبيطلع ان هو كان مخبي شفرة في جزمته، فلما بيقرب بيها سيرجي بيضطر يضربه بالنار. وبعدها العيلة بتدفن بوريس جنب البحيرة، وبعدها بافل بيبتدي يتعلم السواقة مع ايرا، ووقتها الاتنين بيحبوا بعض. ولما بيرجعوا سيرجي بياخد باله انهم بقوا قريبين جدا من بعض، فبيغير بس بيضطر يسكت. وفي الوقت ده في السفينة ميشا بيتعب اكتر وبيزعق في انا، والصبح العيلة بتاخد بالها ان في عربية اتسرقت، فبيتفقوا يقضوها ورديات ويحرسوا المكان. وبعدين بيكتشفوا ان ميشا مش موجود، وان في حاجة وقعت المية تحت التلج، وده معناه ان ميشا غرق. وفي الناحية التانية لونية بياخد الشنطة من ايد مارينا وهي نايمة، وبيولع فيها بره وبيعيط، فبنفهم ان الطفل اللي اتولد كان ميت جواها. ولما مارينا بتصحى بتتخض عشان مش بتلاقي ابنها، ولما الست اللي محبوسة في البدروم بتسمعها بتقول لها ان ابنها معاها تحت، فمارينا بتفتح لها الباب. وفي اللحظة دي الست بتمسك السلاح بتاعها وبتثبتها بيه، وبتحبس العيلة كلها في البدروم. العيلة كلها بتتخانق مع بعض، ولونية بيقول ان هو عمل اللي كان لازم يعمله، ويخلي مارينا تعترف له يعني ان الطفل ده ما كانش ابنه، وانها كانت محتاجة حد بس يصرف عليها. وبعد شوية انا وسيرجي بيبقوا قاعدين يتكلموا في موضوع موت ميشا، وانا بيكون باين عليها ان في حاجات كتير هي مش قادرة تفتكرها، وده بيدل على انها بتبدأ تتجنن واحدة واحدة. ومرة واحدة انا بتقول انها شافت جسم ميشا في المية، بس لما سيرجي بيكسر يعني التلج بيطلع جثة الرجل اللي قتله. فانا بترجع السفينة وبتقعد تهلوس وبتفقد الذاكرة، لحد ما تبدأ تسألهم عن مكان ميشا، وإيرا بتحاول انها توسيها. وانا بنكتشف ان ميشا عايش، وان هو اللي اخد العربية وراح يدور على بولينا، وماشي ورا اثار الدم اللي على التلج. وفي الوقت ده الست بتسمع لونية وهو بينادي وبيطلب مية، فبترملهم ازازة بس مش بترضى تخليهم يدخلوا الحمام. وبعد كده بنشوف لونية وهو متكتف بالسلاسل عشان يساعد يعني في حاجة البيت، وبيحاول يعتذر للست وبيتلكك باللي حصل مع مارينا، بس الست بتقوله يكمل شغل هو ساكت. ولما بيرجع بعدها على البدروم الست بترملهم اكل يقرف الكلب، ومارينا بتبقى اتجننت على الاخر، فبولينا بتتخانق معاهم. وفي الوقت ده ميشا بيكون قريب من البيت اللي محبوسين فيه، بس بيدوس على الفخ بالغلط، فبيضرب الفخ بالرصاص عشان يفك نفسه. ولما الست بتسمع صوت الرصاص بتفهم ان في حد قريب من البيت، فلونية بيستغل الفرصة دي وبيتخانق مع الست. وبعدها بيطلع عيلته من البدروم وبيخرج يشوف مين اللي بره، وبيلاقي ميشا وفاقد وعيه. فلونية بيشيل الفخ من رجله وبيدخله البيت. وبعدين لما بيفوق بيحكي لبولينا ان هو باين الموضوع لعيلته على انه مات عشان محدش فيهم يجي وراه، ومارينا وقتها بتبدأ ترجع لوعيها، فبيقرروا انهم يبقوا يمشوا سوا. بس لونية بيطلع الست اللي حبسها الاول. وفي الناحية التانية البيت بيتهز جامد بسبب انفجار ونار بره، وفي رجالة يعني بيخرجوا وبيلاقوا طيارة اجنبية حربية بتولع. فسيرجي بيرجع البيت بس بافل بيفضل بره. وقتها بيجي الجندي الاجنبي المصاب وبياخد بافل عينه، فبيستخدم تطبيق الترجمة اللي في التليفون وبيقول لهم يستسلموا. فبافل يعني بيطلع المشط من جيبه وبيضربه بيه، وسيرجي بيستغل الفرصة دي وبيضربه بالنار، بس بافل بيكون اتعور. وتاني يوم الصبح بافل بيبقى هيمشي، ولما ايرا بتتحايل عليه ان هو يفضل ويبقى معاها، بافل بيختار ان هو يمشي عشان ينقذ الناس. وفي الناحية التانية لونية بيبقى مش عارف يشغل العربية، بس لحسن الحظ بيقابله كاهن بيساعدهم. ولما مارينا بتسأله على شمعة تولعها لابنها اللي مات، بيقولها انه ما ينفعش عشان الطفل ما تعمدش اصلا. وبعدها لونية بيقنعه انه يجوزوا مارينا، فبيروحوا الكنيسة عشان يتجوزوا. وهناك بولينا بتعرض على ميشا انهم يتجوزوا، وميشا بيوافق على طول. وفي الناحية التانية في السفينة ايرا بتتعصب على انا، وانطون وسيرجي بيبقوا سمعينها وبتقول لها
انها قرت يعني مذكراتها وعرفت انها كانت قصدها تخليها تعرف ان جوزها بيخونها معاها، وده لانها كانت محتاجة راجل في حياتها يساعدها في تربية ميشا. فعشان تنتقم منها بتقول لها ان سيرجي خان ايرا معاها هي كمان، ولان انا ما بتبقاش فاكرة اي حاجة من اللي ايرا قالتها بتكرر تولع في مذكراتها. وفي اللحظة دي ليونية بيجي هو وعيلته وبيوصلوا يعني عند البحيرة، فالكل بيتجمعوا وبيبقوا فرحانين بعد ما بيتلموا من تاني. بس فجأة بيسمعوا صوت انفجار وبيلاقوا ان السفينة ولعت، وبيطلع ان الجيش الاسيوي قريب منهم وبيطهروا المكان من اي فيروس ومن اي بشر موجودين. وبس كده يا صاحبي بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، واشوفك في العظمته اللي جاية. سلام.